الفلوس دي تخصك انت، وانت اللي دفعت ثمنها. ثمن الخيانه والغدر بيقبضهم اللي غدر، مش المغدور بيه. من النجمه مش عايز اشوفك في البيت هنا. بعد اللي عرفته ما يجمعناش سقف واحد، وادعي ربنا ان ابويا تنقضي ايامه في الدنيا من غير ما يعرف مين اللي خرب حاله. معلم، وبعدين يا اخويا، انا لا عارفه اكل ولا عارفه انام، وحسن مش وسطينا ومش عارفين له طريق. تلاقيش يا فاتن، انا قلقانه. تلاقيش حسن ابني وانا عارف اجيبه. مش قلتي حبوب مسعول؟ طب بوز ممدود ليه؟ سافر يا معلم، ما تشيلش هم حاجه. ما تخافيش عليا، اول مره ما بقاش خايف عليك، المره دي انا خايفه منك. يلا يا ابني، يلا سافر انت، توصل بالسلامه ان شاء الله. طيب اسمعني كويس يا معلم، في كلمتين ليك عندي كانوا في حصلت ابويا، بس وحد الله حتى الله ما عرفتهم غير من يومين. أنا مش هسمع حاجة دلوقتي. الدكاترة واقفة بره عايزين يعملوا لك أشعات وتحاليل، من بكرة هنبتدي العلاج. مش هسمع حاجة. يا معلم يا معلم يا بابا يا بابا. حسن أنت جيت إزاي؟ كنت ملك رجعتني. كنت ملك؟ ما تقولش حاجة. شكرا، أنا كنت ملك. على إيه يا حبيبي؟